السلام عليكم، هذا الفيديو مصنوع خصيصا لأبنائكم حتى تعلموهم ألقاب المعصومين عليهم السلام. أهل البيت سلام الله عليهم يمتلكون ألقاب معانيها جدا جميلة، بحيث يعبر عنها الإمام الهادي عليه السلام بالزيارة الجامعة ويقول: فما أحلى أسماءكم. تعالوا خلنا نتعرف على ألقاب المعصومين الـ14 وشنو سبب تلقيب كل واحد منهم. بالحقيقة كل واحد من المعصومين إلى أكثر من لقب، بس راح نكتفي بأشهر لقبين لكل معصوم. أولاً النبي صلى الله عليه وآله، أشهر ألقابه الصادق الأمين، وتلقب النبي بهذا اللقب قبل البعثة لأن النبي صلوات الله عليه ما جرى على لسانه الكذب نهائياً. وأما لقب الأمين فلشدة حفاظ النبي على الأمانة. والطريف حتى من أعلن النبوة بقوا الكفار ينطوا أمانات من قد ثقتهم بأمانته. واللقب الثاني خاتم الأنبياء بكسر التاء يعني آخرهم، وبه ختمت رسالات السماء، وتقدر تقراها بفتح التاء خاتم الأنبياء يعني زينتهم. ثانيا السيدة فاطمة عليه السلام، وأشهر ألقابها الزهراء. النبي صلى الله عليه وآله يقول عن سبب تسميتها بالزهراء: متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله، يعني لما تصلي، زهر نورها لملائكة السماوات كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. من ألقابها عليه السلام سيدة نساء العالمين، وهذا اللقب أيضا لقبها به النبي صلوات الله عليه، ومعناه أنه الزهراء عليه السلام سيدة نساء عالم الدنيا وعالم الآخرة. ثالثا الإمام علي عليه السلام، ومن أشهر ألقابه الكراء، وهذا اللقب كان وسام من النبي بمعركة خيبر لما قال: لأعطين الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار وليس فرار. معنى الكرار هو المقدام اللي يتقدم بالمعارك مرة بعد مرة. والمعروف عن الإمام أنه كان دائماً في حالة اندفاع وتقدم، لا وقوف ولا تراجع للوراء. وأيضاً من ألقابه يعسوب الدين أو يعسوب المؤمنين، وهذا اللقب أيضاً لقب به النبي صلوات الله عليه، ومعناه رئيس قومه وكبيرهم والمتقدم عليهم دائماً، وهي مأخوذة من يعسوب النحل يعني زعيمهم. رابعاً الإمام الحسن عليه السلام، ومن أشهر ألقابه المجتبى، ومعنى هذا اللقب هو المختار أو المنتخب، مثل قوله تعالى في النبي يونس: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، يعني اختاره الله سبحانه. ومن ألقابه عليه السلام كريم أهل البيت. الإمام الحسن انعرف بسعة كرمه، هو اللي أنفق كل ما يملك في سبيل الله مرتين بحياته. خامسا الإمام الحسين عليه السلام، فأشهر ألقابه أبو الأئمة، مثل ما نقول بلغتنا الشعبية أبو اليمة، وهذا اللقب صار إله لأن الأئمة التسعة عليهم السلام من ذريته. ومن ألقابه أيضاً الشهيد أو سيد الشهداء، تلقب الإمام بهذا اللقب بعد تضحياته واستشهاده في كربلاء. سادساً الإمام علي بن الحسين، وأشهر ألقابه زين العابدين، وهذا اللقب أطلق عليه لكثرة عبادته. وتذكر المصادر أنه ما لقب أحد في التاريخ بهذا اللقب سوى الإمام علي بن الحسين عليه السلام. من ألقابه أيضاً السجاد، وسبب هذا اللقب كثرة سجوده، حسب وصف الإمام الباقر عليه السلام أنه ما ذكر نعمة الله عليه إلا سجد. سابعا الإمام محمد بن علي، وأشهر ألقابه الباقر، وهذا اللقب لقب به النبي الأكرم: يا جابر إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف في التوراة بباقر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. ومعنى لقب الباقر أنه بقر العلم بقرة، يعني شقه شقة وطلع كل كنوز العلم. ومن ألقاب الإمام الباقر أيضا الشبيه، لأنه كان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ثامنا الإمام جعفر بن محمد عليه السلام الملقب بالصادق، وتلقب الإمام الصادق بهذا اللقب لأنه ما جرب عليه قط زلل ولا تحريف، يعني ما صدر منه زلة أو تحريف. ومن ألقابه إمام الفقهاء، وتلقب الإمام بهذا اللقب لأن كل الفقهاء بعصره درسوا على إيده وتعلموا من علومه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعني أما عن طريق الإمام نفسه أو عن طريق تلاميذه. وانعرفت الشيعة بالجعفرية لكثرة العلوم اللي نشرها الإمام بزمانه، ونعرف أنه هو إمام هاي الفرقة. تاسعا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الملقب بالكاظم، ومعنى الكاظم هو اللي يقدر يتمالك نفسه بلحظة الغضب من قد ما كظم الإمام غيظه، وكان يقابل الإساءة بالإحسان فتلقب بالكاظم. ومن ألقابه أيضا باب الحوائج، تلقب الإمام بباب الحوائج لأن ما حد استجار بقبره الشريف وسأل حاجته إلا وانقضت. عاشرا الإمام علي بن موسى عليه السلام الملقب بالرضا، ويذكر الإمام الجواد عليه السلام عن معنى لقب الرضا
فقال: لأنه كان رضاً لله عز وجل في سمائه، ورضاً لرسوله والأئمة من بعده عليهم السلام في أرضه. ومن ألقابه أيضاً أنيس النفوس، لأن بقربه ترتاح النفس وتروح كل الهموم ويفرج عن كل ضيق. 11، الإمام محمد بن علي عليه السلام الملقب بالجواد، ومعنى الجواد هو السخي الكريم، والجواد باللغة هو المطر الغزير. ومن قد ما كان الإمام كثير العطاء كان ينطي حتى للي ما يطلب. ومن ألقابه باب المراد، ومثل ما الإمام الكاظم عليه السلام باب الحوائج، فالإمام الجواد باب المراد، يعني مثل ما نقول بلغتنا الشعبية تأخذ مرادك من عنده وما يردك خايب. وأكو باب من أبواب الدخول إلى القبر الشريف اسمه باب المراد. 12، الإمام علي بن محمد عليه السلام الملقب بالهادي، ومعنى الهادي هو اللي يهدي إلى طريق الهدى والرشاد. ومن ألقابه المتوكل، بس الطاغية جعفر العباسي سرق اللقب ونسب نفسه وسمى روحه المتوكل العباسي، ولهذا السبب الإمام منع أصحابه ينادون بهذا اللقب حتى لا تأذيهم السلطات. وطبعا هاي ما كانت أول مرة تنسرق ألقاب أهل البيت وتنسب لغيرهم. 13، الإمام الحسن بن علي عليه السلام الملقب بالعسكري، وتلقب الإمام بهذا اللقب لأن كان ساكن بسامراء، وسامراء بذاك الوقت كانت معسكر للجنود، لذلك نسمي الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري بالعسكريين. ومن ألقابه الزكي، وإلها عدة معاني، فهي بمعنى الطاهر من الذنوب أو زائد الفضل وكثير الخير، مثل الزكاة، فالزكاة هي تطهير للأموال ونماء فيها. 14، الإمام الحجة بن الحسن الملقب بالمهدي، أجل الله فرجه الشريف، ومعنى المهدي هو المرشد الواعظ اللي يبين طريق الحق والإيمان. ومن ألقابه صاحب الزمان، وهذا اللقب لقب به والد الإمام العسكري عليه السلام، ومعنى صاحب الزمان يعني أمير الزمان، فهو اللي يملك الزمان بسبب طول عمره وعلمه، وبظهوره المبارك راح يكون حاكم عصره. وبالنهاية لازم نعرف أنه المعصومين تنطبق عليهم ألقاب بعضهم البعض، فكلهم أبواب الحوائج، وكلهم صادقين وأمينين، وكلهم زين العابدين. إذا وصلت لهنا فنتمنى تكون استفاديت من هاي المعلومات وعرفت أكثر عن مكانة وعظمة أهل البيت عليهم السلام. نشوفكم خير.